المكان. السقف المتسطع كقلب الناس دون عاصفة. الصور التي تشققت من كثرة النظر إليها. الذكاء طاقات الشابة بتضل بتحمل العذرية لفكرة بالعمل، وبتضل بتحمل طاقة رهيبة للشغل وللعطاء. ما بدي أقول بعكس، إنما أكثر من اللي كتير دخلوا بالجو بضل هون الطاقات الجديدة أو الشابة بضل ألقى مختلف. هذا العمل كتير مهم. مونودراما بسوريا ما كتير تفعلت بالسنوات السابقة، هلأ رجعت بجديد، فكتير كان حلو نساهم بشي ونقدم شي كتير مهم لحتى ترجع المونودراما تفتح هيك لسوريا بهذا الأداء. الإخراج ساندي أداء، تفاعل الكادر كله مشكورين لتحريك الديكور وتنظيمه وترتيبه بهاي الطريقة، كان كتير مهم ليطلع العمل بهذا النجاح. المسرحية بتحكي عن شاعرة، هاي الشاعرة بتفقد أغلى ما تملك بالحياة، بتفقد بيا، بتفقد أمها، بتفقد ستة، بتفقد حبيبة، بتفقد كل شيء حلو بحياتها، كل شيء كان يعطيها الإلهام والأمل لتكمل لحتى تكون هي شاعرة مبدعة. وهذا الإبداع بس خسرت كل شيء، ضلت محبوسة بالماضي، ضلت محبوسة بمحل ما قدراني تطلع منه، ما قدراني تهرب منه، ما قدراني تتركه، محبوسة فيه. فبتحاول تحاربه، بتحاول تبهدله، تعيط عليه، تحبه وتكرهه، كتير مشاعر بتفوت جوات بعضها لحتى ترجع تلاقي حالة، لحتى ترجع تسترجع الشعر وتسترجع الإلهام. مهمتي كمساعد مخرج أني يسر العمل بما يتناسب، أي شيء بيعيق العمل، أي شيء بينقص أني كمله وجهزه. فريق العمل عزة ناصر وإنجي ناصر مسؤولين عن الملابس، وبيساعدوا الممثلة دائما هني بالكواليس، أي شيء بيصير هني دائما جاهزين. وفادي عقاد وعبد الله زحلوق كمان هني مسؤولين عن الديكور، بيركبوا الديكور وبيجهزوا اي ضرر بيشوفوا بالديكور بيصلحوه. يا